الشكر إلى مركز أفروميد وصديق سي الصادق حيدر وباقي الإخوان المشتغلين معه. كما أتوجه بالشكر أيضا إلى شبكة جمعيات محمية أرغان محيط الحيوي والموسيقية الإقليمية هنا لمدينة الصويرة. وأيضا توجه بالشكر هنا للنسيج الجمعوي هنا بمدينة الصويرة ولمحيطها على تخصيص تنظيم هذا اللقاء هنا بالصويرة لإطلاق مشروع اشتغلنا عليه تقريبا منذ حوالي سنة مع مركز أفروميد، وهو مشروع المرافعة المتوسطية من أجل القضية الوطنية، وهو أول مشروع تطلقه الوزارة في إطار برنامج الترافع المدني عن مغربية الصحراء، يهم مجالا جغرافيا بعينه أي مجال جغرافي المتوسط. اللقاء اليوم في إطار كما قلت برنامج الوزارة حول الترافع المدني عن مغربية الصحراء والذي أطلق في نوفمبر 2017، يأتي في سياق أولا المستجدات، عدد المستجدات تعرفها القضية الوطنية، لكن قبل الحديث عن المستجدات لابد من الحديث عن قضية جوهرية وهي لماذا مشروع المرافعة المتوسطية؟ لماذا وجدنا أنفسنا على مستوى المجتمع المدني المغربي في حاجة لإطلاق مشروع يهم المجال المتوسطي في علاقته بالقضية الوطنية؟ لأن البعض يتصور أن المجال المتوسطي من ناحية جغرافية، لو تحدثنا عن البعد الإفريقي أو البعد الأوروبي أو البعد الأمريكي اللاتيني قد يكون، في حين أن الأمر لا أقول مختلف، بل الأمر بعد أن نقف عند العناصر الحاكمة والمؤثرة لهذا المشروع سيجد أن الأمر يستحق بذل مجهود استثنائي. كل ذلك أولا يأتي في سياق واحد ثلاثة ديال النقاط. أولا تأكيد جلالة الملك السادس حفظه الله على أن قضية الصحراء قضية الجميع، لأن كل من موقعه عليه أن يتحمل المسؤولية في الدفاع عن مغربية الصحراء. هذا واحد المعطى حاسم ومحدد، الجميع عليه أن يتعبأ، وأن القضية الوطنية ليست بالقضية التي كما يقول البعض أنها بيد فئة أو نخبة أو مجموعة، لا، جلالة الملك منذ سنوات يكرس ويدعو إلى تأكيد وتكريس هذا التوجه الذي يقوم على أن قضية الصحراء قضية الجميع كما كانت وكما ستبقى. لأننا عندما نعود لتاريخ قضية الصحراء المغربية، ولا أريد العودة إلى تاريخ منذ منتصف القرن الخامس عشر عندما انطلقت كقضية، أن مشروع التجزئة في الصحراء المغربية بدأ مع الخلاف الذي نشأ بين البرتغال وقشتالة آنذاك إسبانيا لاحقا، والذي حسمه البابا كاليستوس الثالث بتقسيم الصحراء بينهم لجهة الدخلة والذهب جنوب بوجدور لفائدة البرتغال وشمال بوجدور إلى سيدي إفني لفائدة قشتالة. لا أريد أن أعود إلى ذلك التاريخ، فقط تاريخ الحديث نجد أن المقاومة للتصرف الاستعماري الإسباني إلى الصحراء المغربية انطلقت في أواخر القرن التاسع عشر مباشرة بعد بداية التصرف، واستمرت بسلسلة من المعارك التي انخرطت فيها كافة قبائل الصحراء. تقريبا معلمة المغرب أحصت ما يناهز 25 معركة من المعارك الكبرى، والتي امتدت في مجالها الجغرافي إلى مراكش لمقاومة الاستعمار، وقبائل الصحراء أبلت البلاء في عدد من المعارك التي وثقت بشكل دقيق. وهذا
هذا الرصيد من المقاومة وبعده الرصيد الذي حصل من المقاومة جيش التحرير أكد بأن القضية لا يمكن أن نتصورها أو نتصور ربحها بدون انخراط الجميع فيها. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن قضية الصحراء ليست بالقضية الظرفية الموسمية. البعض يتصور بأنه قضية الصحراء فقط نشتغل عندما يحل موعد مناقشة تقرير مجلس الأمن في مجلس الأمن. اليوم قضية الصحراء ليس فقط بحكم تمني، لا، بحكم الواقع. قضية الصحراء قضية حاضرة في الأجندة على المستوى الدولي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الوطني بانتظام. وإحدى العناصر المميزة للمرحلة وهو حالة التعبئة المستمرة حول القضية الوطنية. كنلقاو في شهر يوليو، في شهر أغسطس، في شهر سبتمبر، في شهر أكتوبر، نوفمبر، في مختلف شهور السنة. والبعض كان يعتبر أنها قضية موسمية وقضية خارجية ترتبط بنقاش في مجلس الأمن في نيويورك أو بعض مرات بين واشنطن وباريس. ولا، قضية الصحراء هذه واحد من القضايا بالنسبة إلينا دائما، والتحديات والقضايا المطروحة فيها قضايا مستمرة لا مجال فيها هنا للاستكانة أو التساهل. والمسألة الثالثة، أنا ذو ثلاث نقاط أردت الوقوف عندها. المسألة الثالثة وهي أيضا جوهرية، أن قضية الصحراء نتقدم فيها بمنطق الفعل وليس رب الفعل. نعم، رب الفعل مطلوب، لأنه فاش تلقى واحد الموقف ولا مبادرة ولا حدث في بلد من البلدان أو تطور من تطورات حصلت في القضية على مستوى مؤسسة من المؤسسة الدولية، تجد نفسك ملزم برد الفعل. ولكن القضية ما يعني يحدث تحولا على مستوى ميزان القوى فيها، على مستوى المواقف المرتبطة بها، هو الفعل، المبادرة. ولهذا مشروع المرافعه المتوسطيه بهذا المعنى هو مشروع يعزز هذا المبدا ديال قضيه الجميع بتعزيز انخراط المجتمع المدني. نحن في الوزاره جد معتزون وفخورون بالدور ديال المجتمع المدني في هذا المجال، واخره النقاشات اللي كاين الان في مجلس حقوق الانسان بجنيف والمبادرات عدد من الجمعيات التي تقدمت مرافعات قويه حول اوضاع مخيمات تندوف وانتهاكات حقوق الانسان الموجوده فيها. ثانيا، انها قضيه دائمه مستمره. وثالثا، انها قضيه مطلوبه بالفعل وليس رد فعل. نعم، رد فعل دائما كيكون مطلوب، يمكنك تتفرج على المبادرات ديال الخصوم بالوحده الترابيه او على ما يقومون به، ولكن في نفس الوقت خصك دير المبادره والفعل. ضمن هاد النقاط الثلاث جاء مشروع المرافعه المتوسطيه، وهو مشروع محكوم بخمس حيتيات، خمسه ابعاد كبرى تؤطر هذا المشروع، والتي فرضت ضروره تخصيص المجال المتوسطي بمبادرة نوعية في مجال ترافع عن مغربية الصحراء. أولا، هناك تحولات المشهد الحزبي وخاصة في دول شمال المتوسط أو دول جنوب أفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، تحولات كثيرة جدا في إسبانيا، في إيطاليا، في فرنسا، في عدد من الدول التي لها تأثير ولها حضور بشكل مباشر أو غير مباشر في القضية الوطنية، وشهدت تحولات على مستوى المشهد الحزبي داخلها، بروز أحزاب جديدة، وهي تحولات كانت مجال استثمار لخصوم الوحدة الترابية، خاصة وأن جزء أو بعد من أبعاد هذه التحولات ما يتعلق بال تبني إما أطروحات يمينية متطرفة أو أطروحات شعبوية أو سعي أحزاب جديدة إلى توسيع قواعدها الانتخابية. هذه العناصر تفرض على أي فاعل أن يستوعب هذه التحولات وأن يتفاعل معها بما يمكن من تعريف الفاعلين الحزبيين الجدد
حيثيات القضية الوطنية، تعريف بالمعطيات المرتبطة بمغربية الصحراء بواقعها الرهيب وتحدياتها، وأن يكون مؤهل للجواب على الأسئلة التي تطرح. طيب، هنالك سؤال له علاقة بهذه التحولات. ما دامت هذه التحولات مرتبطة بالمشهد الحزبي، فما علاقة ذلك بالمجتمع المدني؟ المجتمع المدني شيء والمجال الحزبي شيء، لكن عندما ندقق أكثر نجد أن عدد من تحولات المشهد الحزبي ارتبطت بتحولات على مستوى المشهد والمجتمع المدني في دول جنوب أوروبا وشمال أو شمال المتوسط. بمعنى فاعلين جمعويين التحقوا بالمشهد بالفعل الحزبي والسياسي وبالمشهد الانتخابي، وكل ذلك مرتبط بالمجال الرقمي والحيوية والحركية المرتبطة بالمجال الرقمي. ولهذا مشروع في المرافعة المتوسطية أولاً يمكن من استيعاب هذه التحولات وفهمها، وبالورد سبل وأدوات في التواصل مع الفاعلين الجدد. هذا واحد المعطى أساسي قلما يقع انتداوله، لأنه أحياناً البعض يفاجأ حتى تلقى واحد البرلماني يخذ واحد صريح واحد موقف معين، وفي حين راه قبل ذلك الصريح أو الموقف كان هنالك تحول في المشهد الحزبي في علاقته مع القواعد الانتخابية المناصرة. أيضا هنالك تطور ثاني كان في السابق ولكنه ازداد، ويتعلق بفعالية دول، فعالية دول جنوب أوروبا أو شمال المتوسط في المنظومة الأوروبية. لأنه في مرحلة عندما حصل التوسع ديال الاتحاد الأوروبي في اتجاه الشرق، كانت التحديات مرتبطة بالقوى التي فرضتها وحتمها هذا التوسع، أي قوى مرتبطة بدول شرق أوروبا. ثم حصلت تطورات خاصة مع بروز عدد من الأزمات والإشكاليات، أدت إلى أن دول شمال المتوسط نوعا ما في إطار من التوازن استعادت الوضع. والقرار الأوروبي الآن جزء منه مرتبط بماذا؟ مرتبط بالفعالية السياسية لهذه الدول داخل المنظومة للاتحاد الأوروبي، وهي قضية بالنسبة إلينا كبلد برزت أهميتها متى؟ في المناقشات حول جديد، حول اتفاق الصيد البحري المستدام، وحول التعديل ديال بروتوكول اتفاق الشراكة الذي يهم المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الصحراء المغربية. فهذا النقاش برز أن الأمر لا يتعلق فقط بالحكومات بل أيضا بالبرلمان. وواجهنا في 2015 تحدي كبير مرتبط بمحكمة العدل الأوروبية، ولكن كيف تمكن المغرب من تجاوز هذا الأمر؟ من جهة كان عمل على مستوى الحكومات واستيعاب الأسئلة التي تطرح على الموضوع، وخاصة أثر هذه الاتفاقيات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والساكنة في الصحراء المغربية، خاصة على مستوى منظومة إعداد هذه الاتفاقيات وعلاقتها بإشراك الساكنة. ولكن أيضا كان هناك عمل على مستوى البرلمان، خاصة وأن هذه الاتفاقيات وجوبا تمر على لجان. الأمر لا يتعلق بلجنة واحدة، الأمر يتعلق بمجموعة من اللجان، فعليك أن تضمن دعما لموقفك في كل هذه اللجان. أنت هنا تتحدث عن أعضاء هذه اللجان من دول متعددة ومن خلفيات متعددة، بما فيهم أعضاء برلمان من دول جنوب أوروبا أي شمال المتوسط. المرافعة المتوسطية تمكن من تعزيز القدرات في التواصل مع الفاعلين المؤثرين، والتحولات المرتبطة بالمجال المتوسطي في المنظومة الأوروبية كما قلت لمسناها عن قرب في جديد الاتفاقين، وإحدى المستجدات الأساسية لهذه السنة الشهر الماضي دخل كلا الاتفاقين حيز التنفيذ، وشكل ذلك واحد الانتصار نوعي ودان. نبغى يقدر القيمة ديال هذا الانتصار يشوف ردود الفعل عندما صدر القرار ديال محكمة العدل الأوروبية،
كيف أننا كبلد اتجهنا إلى التصريح بأنه إن لم يكن هنالك اتفاق يشمل الصحراء المغربية فليس هنالك اتفاق، وأن الموضوع ديال العلاقة ديالنا مع الاتحاد الأوروبي سيصبح موضوع مناقشة من جديد. والخصوم الوحدة الترابية بما صرحه آنذاك من خطاب احتفالي بما صدر عن محكمة العدل الأوروبية في المرحلة الابتدائية. المهم بالنسبة لنا كبلد عندما تحقق الإنجاز راح قطعنا خطوة، ولكن على الإنجاز أن يستمر وأن يبقى. ولهذا السبب الأهمية أيضا للمرافعة المتوسطية. العنصر الثالث يتعلق بالتحديات الانفصال في المجال المتوسطي والرفض الأوروبي له ونمو هذا الرفض. من التطورات الحاصلة، وهذا عنده انعكاس على خطاب المرافعة المغربية، كيف أترافع القضية الوطنية؟ لأن عدم الوعي بالتحولات وبالمستجدات يفقدك عناصر قوة في خطابك الترافعي. المحامي عندما يترافع أمام قاضي من أجل أن يستصدر حكماً وموقفاً مناصراً لقضيته يحشد الأدلة، مكيبقاش كيعتمد خطاب لا علاقة له بالواقع، لا، خصو يدير واحد الخطاب عنده علاقة بالواقع، مستند من جهة على الإيمان ديالو بالقضية والتاريخ ديالها والمعرفة العلمية بمسارها، ولكن من جهة ثانية عنده علاقة بالواقع الذي يتحرك فيه. ولهذا قلت تحديات الانفصال في المجال المتوسطي، تحديدا في دول جنوب أوروبا، ما حصل في كاتالونيا، والموقف المغربي الحازم الذي لم يجعل القضية مسألة مساواة أو ابتزاز. أنتم عندكم مشكلة، إحنا عندنا مشكلة، بل كان مسألة مبدئية، إحنا مع الوحدة والسلامة الأراضي. والخطاب المغربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع كان واضح، قضية الصحراء على مجال المساواة، لأنها مبنية على حق الشعوب في الدفاع عن وحدة أراضيها وسلامتها. نقطة إلى السطر. تريدون حل؟ هنالك حكم ذاتي في إطار السيارة المغربية. هل نبدأ ندافع عليه هنا وندافع عليه في أي مكان؟ ولهذا المغرب كان من الدول السباقة لموقف واضح وحاسم إذا هذا الموضوع. وعدد من النخب في إسبانيا التي في اللحظات استدرجت أو عبرت عن مواقف لفائدة الانفصال في الصحراء المغربية، عندما وجدوا بأن الانفصال داخل إسبانيا بدأوا يراجعوا أن هنالك مبدأ ديال الوحدة الترابية، وحدة ديال مبدأ سلام وحدة وسلامة أراضي الدول، وأن الأمر لم يبقى إلى حدود هذه النخب بل حتى على مستوى أوروبا والاتحاد الأوروبي في الموقف ديالو. وهذه المخاطر موجودة في عدد من الدول. نتذكر الجريمة التي شهدتها إيطاليا في التسعينيات، وكان هي تختلف عنها، ولكن بمعنى المجال الأوروبي شهد تحولات خاصة جنوب أوروبا ترتبط بهذه المخاطر الانفصال، وليس فقط في جنوب أوروبا بل أيضا في جنوب المتوسط. مخاطر التقسيم التي انبعثت هنا وهناك في ليبيا، والمغرب كان حازم في موقفه الرفض ديال المناورات أو محاولات أو أي شيء يمكن يؤدي إلى المس بوحدة وسلامة الأراضي. المهم نحن إزاء واحد مستجد من شأنه تعزيز قوة الخطاب الترافعي لبلدنا. ونحن في مرحلة مثلا في السبعينيات عند مناقشة الموقف الجزائري آنذاك، ماذا كنا نقول؟ كيف لكم في الجزائر أن ترفضوا تقسيم ديال فيتنام، فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية، وهو الموقف السليم، لأن يعني المغرب حتى هو كان عنده موقف حازم رفض التقسيم ديال فيتنام،
لان كاين مبدا الوحده الترابيه. ثم جئتم الى المغرب ليطرحوا المشروع المساله ديال التقسيم، وكنا نكشف هنا تناقض ديال الموقف الجزائري بين نفس المشكل كان في السبعينات، ونفس الامر حزب البعث الاشتراكي العربي عندما اراد البعض ان ينظف الورقه ديال ان المغرب مواقفه السياسيه مع الغرب، وانه ينبغي استثمار قضيه الصحراء المغربيه من اجل استهدافه. كان الموقف ديال العراق حازم، وهو انه لا مجال للتجزئه او التقسيم، مساله الوحده خيار مبدئي استراتيجي. وما حصل انذاك من بروز هاد العناصر القوه في الخطاب الترافعي، اليوم عندنا هاد العناصر الجديده المرتبطه بالمجال المتوسط، والتي تعطي قوه كبيره لبلدنا في تقويه خطابها الترافعي في على مستوى المجال المتوسط انطلاقا من المعطيات المتراكمه متوسطه. اما المستوى الرابع فهو تنامي الوعي بالمخاطر الامنيه وتحديات الهجره في جنوب المتوسط، لانه احيانا غدا بالامور التي اثيرت في النقاش مع عدد من الفاعلين عندما ارادت بعض الجهات ان تدفع الامم المتحده الى تبني قرار لتوسيع اختصاصات المينوسو لتشمل مراقبه حقوق الانسان، وكانت حملة دولية في 2013، والمغرب كان حازم، وسياسة الحزم التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أعطت ثمار كثيرة، ومن الثمار التي كانت هذه القضية ديال توسيع الاختصاصات المينوسو، أنها كانت بالنسبة لنا خط أحمر. المينوسو أسست بقرار أممي حدد اختصاصاتها في اليوم الأول، لا مجال للمراجعة. آنذاك بعض الجهات استعملت الورقة ديال كل بعثات الأمم المتحدة تراقب حقوق الإنسان، ولماذا المغرب يريد أن يكون استثناء؟ وكان الجواب في حين أن هذه المقولة هذا تضليل، لأن خمس بعثات من أصل 12 بعثة لا تراقب حقوق الإنسان، فليس هناك استثناء عند المغرب. ولكن الأهم في المرافعة ماذا كان؟ أن توسيع هذه الاختصاصات بما يضعف السلطة الترابية على المستوى المحلي سيفسح المجال لكل شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب، لأنها ستجد نفسها إزاء منطقة تم ضرب المقومات ديال الحفاظ على الأمن داخلها. أذكر هنا أحد مراكز ديال الأبحاث على المستوى في واشنطن كيدير العملية ديال الإحصاء ديال المحاولات والعمليات ديال الإرهاب في شمال إفريقيا، ولسنوات شنو كيقول؟ كيقول الاستثناء الوحيد اللي فيه صفر عملية هو المغرب بصحرائه. فاش كنمشيو لليبيا أو كنمشيو لتونس أو كنمشيو للجزائر أو كنمشيو لموريتانيا كتسجل عمليات، وهاد العمليات كاين السنة اللي كتسجل فيها أزيد من 280 عملية أو محاولة. كيف لهذا الاستثناء أن يتم القضاء عليه؟ ما حصل من إشكاليات سياسية وأمنية مرتبطة بقضية الهجرة ومرتبطة بقضايا كثيرة جعلت الوعي خاصة في دول جنوب أوروبا ينمو هذه الإشكالية الأمنية ذات الأثار على قضايا الهجرة وغيرها والإرهاب بمعنى الرفض القاطع لأي مشروع دويلة فاشلة. واحد الكيان اللي هو ما هو الدولة فيلد ستيت في عند في الأدبيات ديال علم السياسة الأنجلو ساكسوني وعالميا هي الدولة الغير القادرة على ضبط ترابها ولا تتوفر لديها المقومات من أجل أن تضمن الأمن داخل التراب، بمعنى ما هي النتيجة؟ أن تصبح ملاذاً آمناً للشبكات ديال الجريمة المنظمة. يقولوا سيف هيرن جنة
آمنة. لمن؟ لهذه الشبكات لتصبح مواقع تنطلق منها للقيام بعملياتها. المهم أن تنامي الوعي بالمخاطر الأمنية على المستوى الجنوب المتوسط الخطاب الترافعي لبلدنا، مثل ما تنامي الوعي بالمخاطر الانفصالية في شمال المتوسط يعزز الوعي يعزز قوة الخطاب الترافعي لبلدنا. ثم هنالك عنصر خامس لكي يعطي هذه المرافعة المتوسطية بعد، وهو الحاجة إلى فعل مدني موجه إلى مغاربة العالم الفاعلين في المجال المتوسطي وخاصة في دول الجنوب، إذا إحصائيات تتحدث عن ما يفوق أو ما يفوق 2.5 إلى ما يناهز 3 ملايين مغربي، 3 ملايين مغربي في الجنوب المتوسط، خاصة الرافعات ديال الدول الثلاث إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهو مجال يتيح إمكانات هائلة للمرافعة عن مغربية الصحراء، لكن لا بد من أن تستند هذه المرافعة على معرفة علمية وأن تستند على خطاب عقلاني يتيح الإقلاع، وليس خطاب دعائي بروباغندا اليوم في الزمن الرقمي. البعض يتصور بأنها فاعلة تنتج أحياناً ردود فعل لحظية، ولكن الخطاب الذي ينتج موقف وسلوك وتتبعه قرارات هو الذي يتأسس على معرفة وعلى إقناع متبادل. تبعاً لهذه الحيثيات الخمس برزت الحاجة إلى خطاب ترافعي. قضية الصحراء قضية الجميع، قضية تحتاج إلى فعل وليس فقط التفاعل مع ما يستجد، قضية الصحراء قضية دائمة وليس قضية ظرفية. هذه العناصر الثلاث في ظل هذه الحيثيات الخمس كتقتضي طرح مشروع في المرافعة المتوسطة. هذا المشروع من حيث مضامينه يستند أولا، احنا في الوزارة كان واحد العمل علمي في قيلة سنوات على تفكيك الخطاب الانفصالي، كيف يتمكن الخطاب الانفصالي في بعض الدول من إحداث قناعة أو تشكيل مواقف، قناعة مزيفة أو تشكيل مواقف لفائدة الانفصال. ونتج عن هذا الشغل تحديد ما تقريبا حوالي 15 مقولة تستعمل في ذلك، مثل المقولة ديال أن المينورسو هي الاستثناء فلماذا لا توسع اختصاصاتها، في حين أن الغاية الحقيقية هو إضعاف السلطة الترابية داخل الصحراء المغربية بما يمكن من دعم المشروع ديال الانفصال. فمثل هذه المقولة إنسان، أو مثل المقولة التي تقول أن المغرب هو الذي أفشل الاستفتاء، في حين أنه تقرر من الأمم المتحدة الاستفتاء فشل بسبب عجز الأمم المتحدة عن تحديد قائمة المصوتين، تحديد قائمة المصوتين في الاستفتاء، وأنها لجأت إلى تطلب من المغرب أن يتقدم بمشروع اللي هو مشروع الحكم الذاتي، أو مثل القول بأنه المنطقة شرق الجدار هي منطقة محررة، وأن الجدران الرملية هي جدران للفصل العنصري. فاش كتمشيو دابا لأوروبا في بعض المناطق يقع تركيز على هذه المقولة، بل أحياناً تقع استضافة بعض الجمعيات إما من إسبانيا أو من إيطاليا وتنظم لهم زيارة إلى الجدار من أجل بناء وعي بأن هذه جدران ديال الفصل العنصري وبين هذه المناطق محررة. وهذه معركة سياسية خاضها المغرب 2016-2017-2018، 3 سنوات من العمل، والحمد لله ليست هنالك مناطق محررة. منطقة شرق الجدران الرملية هي مناطق تحت مسؤولية الأمم المتحدة وهي جزء من السيادة المغربية على الصحراء. هذا
وكيف الآن نجد هذا الأمر ملموس هو قرارات مجلس الأمن في 2018 التي دعت البوليزاريو إلى الامتناع عن نقل وحدات إدارية وإلى انسحاب من المنطقة العازلة، منطقة شرق الجدار فيها جزء منها منطقة عازلة وأجزاء أخرى منطقة إما محظورة أو مقيدة الحركة. المغرب في مارس 2018 صدر قانون الاجتماع اللي كان على مستوى البرلمان، إعلان العيون، رسالة جلالة الملك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وكان صراحة إما أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها أو سيتحمل المغرب مسؤوليتها. ونفس الأمر بالنسبة للجدران، الجدران الرملية هي الجدران التي اعتمدت في الاتفاق ديال وقف إطلاق النار في 1991. سبتمبر 1991 هذه الجدران هي اللي تعتمدت كأساس في تحديد المنطقة العازلة والحجم ديال القوات وكل شيء. ثم بعد ذلك في الاتفاق العسكري فهي معترف بها وعندها شرعية لأنها دخلت في الاتفاق العسكري وقبله في الاتفاق ديال وقف إطلاق النار. الاتفاق العسكري كان في 98 كان بين المغرب والأمم المتحدة. وهذا الأمر جد أساسي لأنه في السابق هذا الموضوع ما كانش مطروح بهذه الحدة، ولكن واحد اللحظة عندما وجدنا بأن البوليزاريو بغى تنقل ما يسمى بوزارة الدفاع أو الوحدات الإدارية لها في المنطقة شرق الجدار كان موقف حازم اللي أدى إلى صدور قرار واضح من مجلس الأمن. ونقول اليوم ماذا نقول؟ أي استفزاز يصدر عن البوليزاريو راه هو كيجعل البوليزاريو في مواجهة الأمم المتحدة، وهذا تحول لأنه في مراحل كانت الجزائر والبوليزاريو من معها ترى المغرب إزاء تحديات في العلاقة مع الأمم المتحدة. الآن وقع واحد وهذا تحول استراتيجي علينا أن نعيبه. قلت هنالك عدد من المقولات وهي موجودة في دليل ترافع يتضمن هذه المقولات الخمسة عشر وكيفية الرد عليها بطريقة علمية. ونحن الأهمية ديال مشروع المرافعة المتوسطية أنه يوفر منصة للتكوين والتأهيل على تملك هذه المعرفة التاريخية والقانونية والسياسية بتاريخ القضية، لأن التاريخ القضية هو اللي كيأسس أو كيجعل الإيمان بالقضية ليس فقط مجرد إيمان عاطفي نفسي بل أيضا إيمان عقلاني. وفاش نقول الجانب ديال التاريخ كنتذكر من بين الأمور اللي درناها كنتذكر أنه في المناقشات ديال محكمة العدل الدولية في المرافعات التي كانت وصدرت في خمس مجلدات على ما أذكر المجلد الرابع والخامس اللي فيه مرافعات الجزائر. مرافعات الجزائر كيف قاموا بالرد على أمور مثل هذه أرض خلاء؟ قالوا لا يمكن أن تكون أرض خلاء وقد كانت منشأ لإمبراطوريات. شنو هما الدول التي انطلقت من الصحراء؟ المرابطين. ولهذا كيوقع واحد الطمس للمرافعة ديال الجزائر، لأن المرافعة في العمق هي جاءت للرد على إسبانيا أكثر من الرد على المغرب. التحول في المقر الجزائري جاء من بعد. ولم تستعمل كلمة الشعب الصحراوي، كانوا كيستعملوا في الغالب ساكنة الصحراء. لأنه فعلا لا يمكن أن نتحدث عن شعب صحراوي، وإلا غادي يكون شعب الصحراء الشرقية في جنوب الجزائر هنالك وحدة عضوية، وهذه أيضا أهمية ديال المعرفة التاريخية، كيف تشكلت الوحدة العضوية ديال الشعب المغربي طيلة قرون نهار قبل دولة المرابطين. فاش جاو العرب ديال بني معقيل بني حسان جاو من الصحراء المغربية ووقع التفاعل بين الأمازيغية والعربية اللي عطاتنا الصحراوية الحسانية، ومن بعد وقع واحد النوع من الوحدة اللي عطات خدات بعد سياسي ليس فقط هذا البعد الثقافي اللغوي، عطات البعد السياسي مع الدولة ديال المرابطين، ثم بعد الاجتماعي القومي مع المقاومة التي كانت طيلة خمس قرون للتصرفات الاستعمارية للصحراء المغربية واللي كانت فيها قبائل المغرب إلى الشمال والجنوب
تتعاون من أجل صد ذلك الوجود الاستعماري. المهم أن تلك المعرفة التاريخية عليها أن تتعطف بمعرفة قانونية وأيضا بمعرفة ميدانية. نحن في الحجاج ونذكر هذه المعرفة الميدانية ليس فقط بواقع الصحراء المغربية، لا، بل حتى بالميدان الذي تشتغل فيه، لأن أذكر أحد المنتخبين البرلمانيين الذي كان مدافع شرس عن الانفصال وفي نفس الوقت كان مدافع عن الحكم الذاتي أو حل سياسي لمشكلة إيرلندا الشمالية مع بريطانيا. فكيف هنا تدافع عن حكم ذاتي وحل سياسي وهنا تدافع عن الانفصال؟ المغرب كان دائما حازم في المواقف ديالو، كما نقول انسجام ديال المواقف ديالنا في السياسه الخارجيه هو اللي كيقوي الخطاب ديالنا على مستوى القضيه الوطنيه، وهذا واحد الشيء مهم. قلت ايمان مبني على معرفه علميه بمختلف ابعادها التاريخيه القانونيه القانون الدولي وميدانيه، وهنا من القضايا التي تطرح ما يتعلق بالمخيمات، مخيماتنا اليوم المرافعة جزء أساسي من مرافعة المجتمع المدني عن قضية الصحراء المغربية في مجلس حقوق الإنسان هذا الشهر ارتبطت بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، خاصة المحاكمة ديال النشطاء الثلاث محمود زيدان ومولاي با زيد والفاضل بريكا. هاد المحاكمة وهاد راه هيومن رايت واتش أصدرت بلاغ واضح وطرح في هذه القضية المسؤولية ديال الجزائر، وطرح في المرافعة الآن على مستوى مجلس حقوق الإنسان لأنه كانت مرافعات قوية لأننا إزاء ديني ملموس، والخطاب الانفصالي كان يروج على أنه الصحراء المغربية في الحصار وأن هنالك إبادة حقوقية والمخيمات جنة حقوقية، والواقع والعكس أن هنالك الآن إشكاليات حقيقية من ناحية الحقوقية، والمعطيات المتراكمة توفر فرص لمرافعة قوية وأكثر فعالية. ايضا هنالك ما يتعلق بمساله التنمويه والاقتصاديه، لانه في الخطاب الدعائي الانفصالي تحدث عن نهب للثروات وعن استغلالها وحرمان الساكنه، واحد العناصر التي عززت موقف بلادنا في القضيه ديال اتفاق الصيد البحري واتفاق ديال الشراكه حول المنتجات الفلاحيه هو ان المغرب نظم زيارات الخبراء ديال مصلحه العمل الخارجي بالاتحاد الاوروبي، وهي الزيارات التي مكنت فيما بعد من إصدار تقرير في يونيو 2018 يمكن العودة إليه، يتضمن مع شيء من بعض النقاط لا يمكن الاتفاق معها، ولكن عدد من النقاط تكشف عن مرافعة قوية لفائدة ما تحقق عن مستوى التنمية في الصحراء المغربية، وهذا أيضا جزء من عناصر تجديد الخطاب الترافعي، نظم زيارات ميدانية والناس ترى ما يقع على الأرض، وفعلا تراكم المجهود التنموي الذي تحقق بمؤشرات رقمية وبمعطيات ملموسة تتيح المقارنة بين الوضع السابق والوضع الراهن، وهذا الأمر ليس بجديد لأنه أذكر في 1977 سنة وأشهر على استرجاع الصحراء المغربية، المغرب تقدم بتقرير إلى الأمم المتحدة يقول فيه كيف وجدنا الصحراء المغربية، عدد التلاميذ في الصحراء المغربية 3000 اليوم كاين 62000، كيف وجدنا على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى الصحه، على مستوى السكن، كل مستويات، وذلك التقرير وزاره الاتصال في 2016 عملت على اصداره ضمن سلسله دفاتر الصحراء نسخه ثانيه لانه وثيقه ترافعيه ومكتوب باللغه الانجليزيه قدم للامم المتحده في اطار الترافع، وهذه المنهجيه في الترافع الذي قمنا بها السابق نحتاج الى تجديدها الان.
وهذا جزء من الأبعاد ديال المشروع كما قلت المرافعة المتوسطية. أيضا ما يتعلق بالكيان الانفصالي ككيان يراد له أن أو يتم تسويق له على أساس أنه يتوفر على مقومات الدولة، وهو لا يتوفر عليه على مستوى القانون الدولي. ليست هنالك أرض، وليست هنالك سلطة، وليس هنالك شعب. هي العناصر الثلاث، كاين ساكنة الصحراء، وغالبية ساكنة الصحراء موجودة داخل الصحراء المغربية. تبع لماذا؟ تبع للقائمة الأولية ديال تحديد الهوية اللي صدرت على الأمم المتحدة في 99، اللي عطات بأن الغالبية الساكنة موجودة داخل الصحراء. ولهذا حتى الشرعية ديال التمثيلية ديال بوليزاريو التي تقول بأن هي التي تمثل الساكنة ليست لها هذه الشرعية بالنظر لهذه المعطيات الديموغرافية الإحصائية الملموسة، دون الحديث على الطاعون. أزيد من 90% من الطاعون كانت من داخل الصحراء المغربية. ولكن ليس ذلك فقط، عندما نقارن الوضع ديال الثمانينيات، شحال بقى ديال الوقت؟ طيب نحسب واحد دقيقة أو دقيقتين. قلت الثمانينيات كانت أزيد من 80 دولة معترفة بالكيان الانفصالي، بحيث أنه تقريبا حوالي 34 دولة على مستوى منظمة الوحدة الإفريقية لوحدها. اليوم عندما نقارن الوضع السابق والوضع الحالي، أزيد من 50 دولة سحبت اعترافها بالكيان الانفصالي. وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي حاليا اللي هو منظمة الوحدة الإفريقية سابقا، على مستوى نجد أنه بعد أن كان ثلثي دول الاتحاد تعترف بالكيان الانفصالي، اليوم أقل من ثلث هم الذي يعترف، ولما ثلثي تبنوا الموقف المغربي ولله الحمد. وهذا تحول من بين تحولات، لأنه البعض كان يتصور أن العودة المغربية للاتحاد الإفريقي ستؤدي إلى توقف مسلسل سحب الاعترافات، في حين جنوب السودان سحب الاعتراف، بربادوس والسلفادور هذه السنة، بمعنى دينامية سحب الاعترافات متواصلة. لكن صيانة هذا المسار ومواصلة التقدم فيه يفرض ويستلزم مجهود ترافعي للمجتمع المدني، لأنه يحمل المكتسبات ويعمل على المساهمة في صيانتها. ومن ذلك الدور ديال مشروع المرافعة المتوسطية. هذه عناصر أردت بسطها بين أيديكم حول يعني ثلاث منطلقات. أولى بسطتها قضية الجميع، ليست هي قضية دائمة وليست قضية ظرفية، هي قضية محكومة بالمبادرة بالإضافة للتفاعل والفعل وليس فقط رد الفعل. ثم خمس حيتيات تفرض إطلاق مشروع في المرافعة المتوسطية، تحولات في مشهد الحزب المتوسطي، بروز فعالية لدول متنامية لدول المتوسط في المنظومة الأوروبية، تحديات الانفصال في المجال المتوسطي وما تتيحه من تدعيم وتقوية للخطاب الترافعي، وتنامي الوعي بالمخاطر الأمنية في جنوب المتوسط وكيف تعزز أيضا من قوة الخطاب الترافعي. ثم النقطة الخامسة، أهمية تمكين مغاربة مجال المتوسطي من الأدوات العلمية ومن المعرفة العلمية والأدوات العملية التي تتيح لهم المرافعة الفعلية. ثم بعد ذلك جرى التوقف عند مضامين المرافعة باستعراض عدد من النماذج المطروحة والتي تعكس بأنه لا بد من الجمع بين المعرفة التاريخية والمعرفة القانونية، لا بد من الجمع بين معرفة ميدانية بواقع الصحراء المغربية ومعرفة ميدانية بالمجال المتوسطي، على أساس الوعي بأهمية توظيف العالم الرقمي، العالم الرقمي، المرافعة الرقمية التي تستعمل المنصات الرقمية، تتيح الوصول بشكل فعال للفئات المستهدفة، تتيح معرفة التحولات التي تقع. في السابق إذا أردت أن تلتقي ببرلماني في البرلمان الأوروبي خصك تضبط موعد وتنتقل لبروكسل وتأخذ موعد اليوم بمراسلة في البريد الإلكتروني أو بسؤال في صفحة الفيسبوك مباشرة، يمكنك دير واحد عملية مرافعة مباشرة. والمرافعة هنا عندما نقول عليها أن تستوعب الأدوات الجديدة وعلى رأسها الجانب الرقمي،
لأنه يتيح إمكانات هائلة في الوصول إلى أوسع الشرائح مع إمكانية التوجه إلى إلى الفئات المعنية بهذه القضية والتحاور معها بما يتيح بناء مواقف لفائدة القضية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.